يا جماعة ديروا بالكم من التطبيقات اللي موجودة الحين، خصوصا الصغار. لا تنزلون أي تطبيق، لا تكلمون أي حد غريب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. يا جماعة ناس احنا نقعد معاهم سنين ننصدم فيهم، انتم بتكلمون لي واحد يوم ولا يومين بالتطبيقات الخايسة هذه اللي تطلع لنا وتظنون فيهم خير؟ لا والله ما فيهم خير. يعني كل اللي أبي منكم إخواني الصغار واللي أصغر منهم اللي بحسبة عيالنا، ديروا بالكم على نفسكم، لا تنزلون أي تطبيق، تأكدوا منه. وأي واحد غريب بيكلمكم صدقوني ما يبي لكم الخير، صدقوني يبون منكم شغلة معينة وبعدها بيقطونكم، أو يبون يبتزونكم بيطلعون من وراكم فلوس. فديروا بالكم على نفسكم، أهلكم تعبوا بتربيتكم، عطوكم تلفونات، كل واحد بيده آيباد أحلى من الثاني، استخدموهم الاستخدام السليم، الاستخدام الصح، لا تستخدمونهم سوالف تافهة. وارد وعيدها، مو كل شخص يكلمكم عبر هالتطبيقات الخايسة يبي لكم الخير، والله بالله يبون لكم الشر. قسم بالله وايد أحبكم، أبي لكم الخير كلكم، وأبيكم كلكم تكونون بصحة وبسلامة وبألف خير. زيني بقى.